الكرام أن نستكمل فقراتنا معكم في بنرام الصحة والحديث تحديدا عن التعليم أو الامتحانات. ألفت لنظر مشاهدينا الكرام أننا في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن نرفع شعار الصحة والتعليم، والتعليم هو المعول الأساسي والذي قد يترتب عليه تغيير كل مناحي الحياة إلى الصورة التي نبتغيها أو نسعى إليها. السيد الرئيس في زيارته الأخيرة إلى دول شرق آسيا تحديدا زار عدد من المدارس ووقف سيادته على العملية التعليمية، و يعني خلال الأعوام الماضية تم رفع العديد من الشعارات تتحدث عن تطوير التعليم والبحث عن مناهج جديدة أو استحداث مناهج أو البعد عن الحشو والتلقين وأساليب كثيرة. أعتقد أنه يعني مر عليها عقود كثيرة ولم تحدث ولم تطور. عندما كنا ندرس نظرية فيثاغورس، أقليدس، أرشميدس، مجموعة من النظريات الجامدة قد لا تفيد في الحياة العملية شيء، لكننا بعيدا عن التلقين، بعيدا عن الحشو، بعيدا عن الحذف والإضافة فيما يخص المناهج التعليمية، نتحدث عن الامتحانات والاستعداد إليها سواء كان من الممتحن أو الممتحنين حوله وهي الأسرة. الأستاذ عبد الرحمن غانم الخبير التربوي، مرحبا بكم. أهلا بحضرتك. يعني السخونة وحرارة الجو يعني يقابلها أيضا حرارة أخرى داخل البيوت فيما يخص الامتحانات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي كله بيلملم أوراقه، الطالب والمدرس والوزارة بتستعد للامتحانات. الشغل الشاغل في بيوت المصرية كلها ألا وهو الثانوية العامة. مرحلة النقل السنة دي كانت فيها مشكلة شوية، اللي هي في الترم الثاني. الترم الثاني الوقت قليل والمناهج طويلة، يعني الترم الأول كان أكبر من حيث الوقت، فما بقاش نفس المناهج بتدرس في الترم الثاني والوقت بتاعها أقل من وقت الترم الأول. كان في مشكلة أولياء الأمور بدأوا يتكلموا عنها. معالي وزير التربية والتعليم لغى أجزاء من المناهج، بس كان الأجزاء اللي تم إلغائها كانت من بداية الدراسة، يعني مش الجزء الأخير اللي هو المفروض ما يدرس. نعم. دي كانت فيها بعض المشاكل شوية وبعض الصعوبات يعني. إلا إن خلاص يعني هو كله مستعد للامتحانات، سواء مدارس الحكومة أو مدارس الخاصة يعني. الطلبة بصفة عامة في جميع المواد الجداول نزلت في الإدارات التعليمية على مستوى مصر كلها، كل محافظة، وفي اختلاف طبعا زي ما سيادتك عارف في الجداول بالنسبة للإدارة بتختلف عن إدارة تانية. إلا إن خلينا متفقين إن دايما بتكون اللغة العربية هي اللغة الامتحان رقم واحد يعني. تمام. اليوم الأول يعني. ودايما دائما عادة أو على حسب ما كنا حتى كمان واحنا صغيرين، دايما الدراسات الاجتماعية في مراحل النقل بتكون الآخر، حتى تالتة إعدادي دايما بتكون الدراسات الاجتماعية آخر مادة. ده بيطول الثانوية العامة كمان. يعني امتحان الثانوية العامة السنة دي لمن لديه دراسات اجتماعية، لأن المنهج العلمي لا يوجد فيه دراسات اجتماعية. لا أنا بتكلم عن مراحل النقل. نعم. بالنسبه لقبل ثالثه اعدادي يعني، او حتى اولى ثانوي كمان، وان كان في ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي او ثانيه ثانوي بالذات هي المرحله اللي بنتكلم عليها اللي هي فيها علمي وفيها ادبي. تمام. بالنسبه للثانويه العامه انا بتكلم على الادبي مثلا، بيكون الجغرافيا او التاريخ بيكون اخر يوم، ودي هنتكلم عليها دلوقتي بالنسبه للثانويه العامه يعني. تمام. يعني استاذ يعني عبد الرحمن، جزئيه ما اعلنه السيد وزير التربيه والتعليم من حذف جزء من المقررات، نسب اختلفت من مادة إلى أخرى. تمام. لكن الرد فعل أولياء الأمور بأن هذا الحذف جاء متأخرا أو جاء في ما درسه الطلبة وبذل فيه مجهود أو شيء من هذا القبيل، ما هي رؤيتك للحذف أو الإضافة في مناهج تعليمية؟ والله إحنا كنا نعرف قبل كده لما بيكون في زنقة في الوقت، حتى كمان أيام الثورة كان بيتم حذف الأجزاء الأخيرة اللي لسه ما تمش تدريسها. تمام. وده بيكون المنطق والواقع يعني، لكن انا هخلي المنهج يمشي لحد الاخر واقول الجزء الاولي ده جزء قراءه. طب واحنا كنا درسناه ليه؟ علشان الطالب يمتحنه قبل كده يعني. طب ما خليه زي ما هو ونشيل جزء من الاخر، وليكن في مثلا في فصل او درسين او ثلاثه بالنسبه لكل المراحل التعليميه، ده هيكون اوقع بالنسبه كمان للطالب، ولي الامر هيتقبلها من غير اي مشكله. تمام. استاذ عبد الرحمن، جزئيه الغش لها معنى الوقفه، و في المترادف الدارج لدى الكثيرين يتحدثون عن الغش بكلمة برشامة،
وكلمة برشامة هذه الكلمة تسيء كثيرا إلى الطب، ونحن في تمام معقل وزارة تمام الصحة المصرية. يعني أن يبذل الطالب مجهود لإعداد ما يغش من خلاله، أو تقنيات استخدام الموبايلز أو غيره للغش، هذا له مردود وانعكاس عليه وعلى المجتمع وعلى الأسرة. ما هي الآليات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للحد من ظاهرة الغش، التي أرى بأنها من الأشياء المهينة تماثل السرقة بالضبط؟ والله خلينا نقول يا دكتور سيد ان كان على ايامي او من 20 سنة او من فترة كبيرة كان الغش وسيلة عن طريق كان بيبقى قليل قوي على الاقل يعني نعم، ورقة بالشمع اللي سيادتك بتقول عليها ورقة، كلمة برشام تمام. أيضا. لكن نعم، دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما. ولنقل كبسولة يعني. ماشي، الموضوع بقى مختلف تماما. يعني الموضوع الغش دلوقتي للاسف بقى ليه فيه طرق حديثة تكاد تكون احيانا بعيدة عن المراقب نفسه. نعم، يعني احنا بنسمع حاجات واحنا في المدارس كطرق للغش هيبقى صعب على المدرس ان هو يمسكها. زي مبتكر يعني، يعني يعني في حاجات مثلا حقوق، انا في سمعت، حقوق ملكية و لا 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 خالص، انا سمعت ان في نظارات فيها تكنولوجيا معينة في الطالب شاشة وسكرين وبتعرض عليه بيشوف عن الكتاب طريقها، ورول وكده. او ساعة بتبقى مبهمة قدام سيادتك بس محدش يشوف، يعني هي بيضة عادي وما فيهاش حتى عقارب ولا فيها اي حاجه، وهو لابس نظاره زي نظاره نظر، هو بمجرد ما بيبص للساعه هو اللي يقرا لانها متوصله عن طريق الرؤيه. شفت حاجات تخلي العقل. طب وهو المراقب هيمسكها ازاي؟ احنا لازم بقى في البيت، هو ده على فكره يا دكتور، هو ده الاساس بقى، نعم، ان احنا لازم نعرف الجيل ان الغش وسيله الاستخدام، اقر ان هي خطا، والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من غش فليس منا، او من غشنا فليس منا. تمام، لازم نزرع في عقول وقلوب اولادنا ان الغش ده شيء مش كويس اطلاقا، حتى ولو هيكون على حساب نجاحك. تمام، اللي هيعتمد على الغش هيطلع ما عندوش المعلومه الكامله، يعني هيبقى غشاش في حياته، يعني توفيقه في حياته هيبقى في عدم ثقه حتى على الاقل من ناحيه تمام، ان هو كمان. فطبعا يا ريت الظاهره دي تنقضي من المجتمع بتاعنا اطلاقا. وفي حاجه كمان كان الوزير كنا جايز اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه، ان كان اقروا كده وقالوا ان الغش هيبقى فيه سنه سجن للطالب ودفع 10,000 جنيه او 20,000 جنيه. الكلام ده ظهر من 5 6 شهور وبدا ينتشر في المجتمع، الا ان احنا دلوقتي ما بنسمعش عنه مش بأقر هذا العقاب يعني، نعم، ما بأقروش. بس لازم يكون في وسيله على الاقل للطالب اللي هيغش يحرم من باقي الامتحان، تمام، او على الاقل يعيد السنه يترفض خالص، لكن لازم نقضي عليها. بس الكلام ده هيكون في نطاق، في اريه ايه؟ نطاق القاهره اسكندريه ولا في نطاق الضواحي في طب القرى؟ أرى معي أرى أو نرى سويا أن تطوير مناهج التعليم واستحداث طرق أو أساليب امتحان غير تقليدية قد تقضي في تصوري كثيرا على ظاهرة الغش، لأن هناك يعني كليات معينة تتعامل بنظام الأوبن بوك، لك أن تأخذ تصطحب الكتب معك لتحصل المعلومة ولتكتبها، ولو لم تكن مذاكر جيد لن تستطيع أن تحصل على المعلومة وتستخلصها. تمام، وبالتالي لو تم تحديث آلية التقييم ومن طريقة الامتحان مع تعديل المناهج كثيرا، لقضينا تحديدا على مثل هذه الظاهرة، ولا أفدنا الممتحن والممتحن. والله هنرجع لطريقة البحث العلمي. يعني طريقة البحث العلمي إن الطالب يدور على المعلومة بنفسه، وممكن نكون احنا قاعدين في الفصل مثلا وليكن 30 40 طالب، كل طالب بيكلف بمهمه معينه، والمهمه المعينه هو بيبحث عنها وبيسلمها للمدرس او بيتم امتحانه فيها زي ما سيادتك قلت عن نعم. طريق مثلا الاوبن بوك عشان يديني المعلومه كامله، ولازم يتم مناقشته شفوي على اساس ان ممكن في طالب ممكن يجيب معلومه ويحفظها ومش فاهمها ومش عارفها، مش عارف تمام. اي حاجه عنها، لازم يبحث فيها. هو طريقة البحث العلمي في التعليم هي موجودة في كل دول العالم متقدم. تمام، طريقة التلقين والحفظ والمعلومة اللي أنا لازم أقر هذه المعلومة وأحفظها بنفس الطريقة اللي المدرس عايزها
لا ما اعتقدش ان احنا كده ممكن نتطور او نتقدم يعني خطوة واحدة يعني. تمام دكتور او استاذ عبد الرحمن، عندما نتحدث عن تطوير مناهج التعليم نتحدث عنها في كل مراحلها، كيف يمكن ان نبدا تدريجيا في تحديث وتطوير المناهج التعليميه، وما هي المده الزمنيه المتوقعه لكي نحصل على مناهج تعليميه راقيه تحترم عقليه الدارس المصري وتتناسب مع احتياجات سوق العمل في خريج يعرف المعلومه، لانه ولاننا قد نجد من حصل على الدبلوم مثلا ولا يستطيع ان يكتب اسمه. ده حقيقة فعلا، في طلبة كتير جدا واخدين دبلومات ويقول لك انا باخد دبلوم على اساس ان انا اخد الجيش سنتين، مش مهم اقرا واكتب. طب في حاجة كمان حزنتني كده من 3 ايام، انا قعدت في مكان ما لقيت في طالب بيقول انا باخد الدبلوم بتاعي بدفع فلوس على اساس ان اخد دبلوم وادخل الجيش بتاعي سنتين، ما تدخلوش 3 سنين. طب انت يا ابني تعرف؟ اقول لك انا ما مش عايز اتعلم يعني. هو دي في حد ذاتها كارثة. المفروض الدولة توجه كل التعليم بتاعها مش للخدمات، يكون التعليم للإنتاج. نعم، واحنا عندنا كل الكليات اللي موجودة اللي الطالب بيجري وراها ويلهس وراها هي كليات خدمات. تمام، يعني لو جيت عند كلية الآداب، كلية الحقوق، كلية الإعلام، الكليات القمة دي كلها كليات خدمات. طب أنا عندي كام كلية كلية إنتاج؟ فين كليات الإنتاج اللي موجودة في الدولة؟ مفيش، تكاد تكون قليله جدا جدا. بالنسبه كل الاعمال بتاع الخريجين كلها اعمال خدمات مش اعمال انتاج، فلازم يكون في توجيه للتعليم الفني اللي كان من 40 50 سنه هو تعليم صح، ويطلع كوادر تقدر تفيد البلد في عمليه الانتاج. وده بيتعمل عن طريق الاستثمارات اللي رئيس الجمهوريه بالمناسبه يعني بيجري ورا القصه دي دلوقتي، الاستثمارات عشان تجذب ايدي عامله، والايدي العامله لازم تكون ايدي عامله ماهره مدربه. نعم، ما تكونش ايدي عامله التقنيه بتاعتها والعقليه بتاعتها ما تقدرش تستوعب التكنولوجيا الحديثه يعني. تمام ضيف العزيز الاستاذ عبد الرحمن غانم، مؤكد ان هناك رساله ختاميه تقولها لاولياء الامور لمن لديهم ممتحنين، او تقولها للطالب ليستذكر ختاما ويلخص ويحصل على المعلومه قبل ذهابه الى ليله الامتحان تحديدا. انا اقول للطالب ذاكر كويس وحط المعلومه في دماغك كانك بتملى فايل كمبيوتر تستدعيها وتسترجعها عند الحاجه. بالظبط كده، تمام. فايل الكمبيوتر، انت لما يكون عندك كمبيوتر مفتوح قدامك انت بتملى الفايل ده بمعلومات، هو العقل كده املاه بالمعلومات عشان لما تيجي وقت الامتحانات انت تستدعي الفايل اللي انت عايزه بناء على الماده اللي انت عايزها، وهتعمل دبل كليك في عقلك على الماده نفسها فهتطلع لك المعلومه. فانت لازم تكون مخزن المعلومه، ما ينفعش انا اعمل دبل كليك على فايل موجود في عقلي وهو ما فيهوش ماده علميه يعني. تمام، ده بالنسبه للطالب. بالنسبه لولي الامر لكم الله. شكرا جزيلا. العفو. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الفقره لا يسعني الا نشكر ضيفي فيها الاستاذ عبد الرحمن غانم الخبير التربوي، متحدثا عن التربيه وعن التعليم وعن المنزل، لكن عندما يتحدث عن اولياء الامور يقول لكم الله، لنا جميعا الله.